تابعنا عرقة مع حضراتكم أيها الحفل الكريم السهيل بن عويض بن سهيل الأخيلي. هي من خطفت خامس الأشواط وثاني أشواط المحليات الأصايل المهجنات تأتي في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. شوطنا السادس في مجموعة الأشواط وهباشة مع المركز الأول. تتقدم هباشة علي بن صالح بن يابر العامري قدم هباشة على مقدمة الشوط والمركز الأول، بينما أتابع مقصصة مع المركز الثاني. أيضا هناك يقدم مقصصة في هذه اللحظات حامد بن هادي بن حارب الخيلي، قدم أيضا مقصصة مع المركز الثاني في هذه اللحظات المركز الثالث. أتابع أيضا قمة مع المركز الثالث وسيف بن محمد بن علي الشامسي قدم قمة مع المركز الثالث المركز الرابع. أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذا التقدم. وتاتي كذلك أيضا بروق انخير بن سعيد بن عبيد الشامسي قدم بروق مع المركز الخامس والسادس، أيضا حضور في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المستمر. هذه هي الفائزة مع المركز أيضا السادس أو الخامس في هذه اللحظات، محمد بن سعيد بن حضيرم الكتبية تتب دورها في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المستمر ما شاء الله. يلا يا أيضا هناك حربي بن حارب بن سعيد الأخيل يأتي كذلك بدوره في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. وهناك تقدم من سعيد بن الدحبة بن قزول العامري ينطلق بهذا الانطلاق مع المركز أيضا الخامس، لكن تابع لي الشعارات الأخرى التي حضرت في هذه اللحظات وسارت في هذا المسار المستمر ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الاندفاع وشوف الإبداع في هذه اللحظات وبهذه أيضا المهجنات الأصايل. يا سلام عليها هباشة، هباشة هابش الصدارة هابشة مع المركز الأول ما شاء الله. علي بن صالح بن يابر العامري قدم هباشة بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة وعلى مقدمة الشوط مع المركز الأول. هذه هي هباشة مسيطرة على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما مقصصة مع المركز الثاني. وحامد بن هادي بن حارب بن مغير الخيلي يقدم مقصصة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. هناك بلقى مع المركز الثالث قمة
وسيف بن محمد بن علي الشامسي يأتي بدورة مع قمة خذت المركز الثالث الرابع. أتابع بروق وانخير بن سعيد بن عبيد الشامسي قدم بروق مع المركز الخامس في هذا الأوان وفي هذه التحديات. يا سلام يا سلامي على هذه الدلل، يا سلامي على هذه الدلل التي حضرت في هذا الحضور وسارت في هذا الاندفاع والتحدي المثير. شوف أتابع حباشة وتابع كذلك قمة وتابع مقصصة وهناك بروق. شوف المراكز الأربعة، هذا بن حضيرم مع المركز أيضا اللي هو الرابع أو الخامس بن حضيرم، يا سلام عليه يقدم الفائزة بهذا التقدم وبهذا الأبداع المستمر. شوف هناك تابع أيضا بقية الشعارات، ولكن خلونا مع هذه أيضا المنافسة، خلونا مع هذه المنافسة مع تواجد هذه الأسامي، هذه حباشة ومقصصة وقمة وبروق. يا سلام المراكز الأربعة، هذا بن يابر وهذا كذلك أيضا يتقدم مشاهد الكرام. أيضا حامد بن هادب بن حارب بن مغيرة الأخيلي يقدم اللي هي مقصصة مع المركز الثاني. ركز يا حامد، تابع يا حامد هذه النوعيات. الله وبروك بروك تتقدم أيها الحفل الكريم. انخير بن سعيد بن عبيد الشامسي يأتي بدوره مع بروك مع المركز الثالث وقمة تتقدم مع المركز الرابع. هذه هي قمة مع المركز الرابع في هذه اللحظات. يا سلام عليك يا شامسي، يقدم قمة في هذا الاندفاع. سيف بن محمد بن علي الشامسي يقدم قمة مع المركز الرابع. الخامس، الخامس تقدم من انتباه، وأيضا حربي بن حارب بن سعيد الأخيلي يقدم انتباه مع المركز الخامس، وهذه هي إشارة التنبيه مع انتباه. ما شاء الله للأخوة المشاركين في هذه الانطلاقة، وأيضا وصلنا 2 كيلومتر، 2 كيلومتر وصلها. يا سلام الإثارة مستمرة ما بين هذه الأسماء. يا سلام، شوف المراكز الأربعة وشوف المراكز أيضا الأخرى التي قادمة في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. هذه حباشة، لا زالت حباشة، لا زالت حباشة، لا زالت حباشة على ما قدمت الشوط مع المركز الأول. علي بن صالح بن يابر العامري قدم هباشة ووصول مع اللي هي أيضا تقدمت أيضا هناك بروق، بروق مع المركز الثاني. بروق وانخير بن سعيد الشامسي يقدم بروق مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث قمة، انضمت قمة مع المركز الثالث. سيف بن محمد بن علي الشامسي يقدم قمة مع المركز الثالث. هناك المركز الرابع، المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات وبهذا التقدم المثير مع أول ندى هملولة محمد بن سالم بالويع العامري. بالويع العامري وصلكم مع هملولة على أيضا المركز الرابع والخامس. بلقم قصص حامد بن هادب بن حارب بن مغيرة الأخيلي يقدم اللي هي مشاهد الكرام مقصصة بهذا التقدم مع المستوى المركز أيضا الخامس في هذه اللحظات. والشعارات الأخرى وشو التقدمات في هذا الأوان وبهذا الأبداع وبهذه الإثارة المستمرة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، الأبداع التحدي والإثارة في هذه اللحظات. وهباشة، أرجع وأقول هباشة، هباشة، هباشة على ما قدمت الشوط، وقمة تحاول، وبروق أيضا تتركتن ما شاء الله وتتلوهن في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المستمر. هملولة، هملولة عند بالويع العامري وصلت مع المركز أيضا الرابع في هذا الأوان، ولكن الثلاثية، الثلاثية هباشة وقمة وكذلك أيضا بروق، بروق وقمة ما شاء الله، بروق ما شاء الله، ولكن قمة غيرت الأمور. وبالويع قادم، بالويع قادم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذه هي قمة على قمة هذا الشوط مع المركز الأول. هملولة، هملولة، هملولة بالويع، هملولة بالويع بدأت بالاندفاع في هذه اللحظات وبهذه الاندفاع وبهذا التحدي المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط. هذه هي هملولة،
هذه هي هملولة على المركز الأول، هملولة على الصدارة، وقمة تحركت قمة، تحركت قمة مع اللحظات الأخيرة. يا سلام عليها، هملولة 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 مع المركز الأول، هملولة على الصدارة. محمد بن سالم بن الويع العامري، تهانينا وناموس على فوز هملولة وحصولها على المركز الأول. مقعد ثاني قمة أيضا ها قدم السيف بن محمد بن علي الشامسي. مقعد ثالث حباشة عند بن يابر. المركز الرابع بروق المخيلة بن سعيد الشامسي، والخامس كانت مقصصة مع المركز الخامس وحامد بن هادي بن حارب بن مغيرة الأخيلي. هذه هي نتائجنا وتوقيتنا السابق 9:58. تهانينا وناموس على فوز هملولة وحصولها على المركز الأول. محمد بن سالم بن الويع العامري، لك التحية على هذا الفوز والانتصار.